بتعديه عتبة 12 ألف دينار جزائري للقنطار الواحد يكون سعر حادث التسليح قد بلغ مستويات قياسية مرشحة حسب تجاوز مواد البناء للارتفاع أكثر، وهو الأمر الذي أربك سوق العقار. كل يوم سبعوا زيادة، نهار أموا شاك موان سبعوا زيادة، يفوا سبعوا الناقص يفوا سبعوا زيادة، ما عرفناش دوك شكون اللي يتحكم في هذه الأسعار، ما عرفناش شكون هو. واللي كان حنا مين كنا نستوردوا كنا نبيعوه قل ملي رانا ننتجوا في بلادنا. هذا هو الاشكال اللي راه كاين. كي كنا نستودوا كان يدير 6000 دينار، دوك كي رانا نخدموا في البلاد راه يدير 12000. هي وين راه هنا البروبليم؟ ما فهمناش احنا عند مره بروبليم. ارتفاع سعر الحديد القى بظلاله على سوق العقار، اذ يشير المهنيون ان عديد المشاريع مهدده بتاخر الانجاز بالنظر للارتفاع المستمر لاسعار مواد البناء. رابط هو اللي راه داير لنا مشاكل، غلاء الفحش تاعه، وخاصة نحن في مرقيين نضطروا نرافقوا الدولة في إنجاز مشاريع البيا. هذه المشاريع ثاني تاع البيا لازم مراعاة الدولة تراعي لهم الثمن تاعهم، ثمن تاع الشقة تاع البيا ثمن ما يلبش الإنجاز تاعها كما ينبغي. هي علامات استفهام تطرح حول الأسباب الكامنة وراء ارتفاع سعر الحديد بصفة خاصة ومواد البناء بصفة عامة، الأمر الذي أخل بمواعيد إنجاز بعض المشاريع وأربك السوق بالرغم من أن إنتاج مواد البناء أضحى محلياً.